بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة ضغط ملفات البي دي اف لتصغير حجمها وتقليصه. طبعا في الكثير من الأحيان نحتاج إلى ضغط الملفات، فعلى سبيل المثال فلو أردت إرسال مجموعة من الملفات إلى الفلاش ميموري ولا يسعك حجم هذا الفلاش ميموري، طبعا فما عليك سوى ضغط هذه الملفات. طبعا هناك برنامج والوينر يقوم بضغط هذه الملفات، ولكن في هذا الشرح سوف نتطرق الى موقع يقوم بتصغير حجم ملفات البي دي اف دون ضغطها كشكل وينر. اول شيء نقوم به نقوم بالضغط بزر الامل الفأرة، ومن ثم خصائص لنتأكد من حجم هذا الملف. وكما تشاهدون حجم الملف 341 كيلو بايت. فلضغط هذا الملف نتوجه الى متصفح جوجل، ومن ثم ندخل الى هذا الموقع. وها هو رابط الموقع كما تشاهدون. وبعد الدخول الى الموقع نقوم بالضغط على Select File من هنا، ومن ثم نختار الملف. بعد اختيارك للملف انتظر قليلا، ومن ثم يتم ضغط هذا الملف. ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على Compress PDF. وكما تشاهد انبثقت لك نافذة تحميل الملف الذي قمت بضغطه. نقوم بتحميل على جهاز الكمبيوتر. ثم بعد ذلك نتوجه الى جهاز الكمبيوتر لنقارن حجمه بحجم الملف الاصلي. قلنا في هذا الملف ان حجمه هو 341 كيلو بايت. نقوم بالضغط على الملف الجديد، ومن ثم خصائص، ومن ثم نقوم بالبحث عن الحجم. وكما تشاهدون الحجم اصبح 92 كيلو بايت كما تشاهد. إلى هنا ينتهي الدرس، أرجو أن يستفيد الجميع، ولا تنسوا التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.